أما هلا سلمى بننتقل لا محطتنا التالية. في عالم التصوير الفوتوغرافي عم نشوفه بالآونة الأخيرة توجه كتير من الشباب الموهوبين اللي عم يحاولوا يستثمروا موهبتهم لتكون حرفة، وعم نشوف يمكن كلياتنا اليوم عم نحاول من خلال موبايلنا نوثق لحظات مهمة بحياتنا ونلحظها يمكن بتكون ذكرى للمستقبل، بس دائما في صعوبة بأخذ اللقطة شوي، صحيح بدها هيك شوية تفاصيل نحكي عنها أكثر. أكيد نور، يمكن بهذا الوقت كمان يمكن أدوات التصوير الاحترافية اللي ممكن هي تعطينا صور جميلة جدا، بيكون فيها مثل ما بيقولوا آلية داخلية تضبط لحالها الصورة، صارت مكلفة جدا، فصار صحيح. البديل هو كاميرا الموبايل اللي صرنا عم نشوف ايضا العمل على كاميرات الموبايل الجديده لحتى تعطي صوره دقيقه، ولكن بيبقى بعض التفاصيل او الاخطاء الصغيره اللي بنوقع فيها، كيف حتى نصور بالموبايل لحتى نخلي الصور الذكرى حلوه، كلها تفاصيل رح نحكي فيها مع ضيفنا اليوم الشاب الموهوب بالتصوير محمد الحوراني. اهلا وسهلا فيك، يسعد اهلا صباحك. فيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك محمد. يمكن حكينا معك سابقا عن موهبتك، كيف استثمرتها وكيف اشتغلت على حالك، عم حاول اطور حالي وطورت حالك. اليوم خلينا نحكي عن شق كثير مهم كلياتنا اليوم بنحاول من خلال موبايلنا نصور بعض اللحظات المهمة بحياتنا، ناخذ لقطات، بس احيانا بتصفن بالصورة بتقول مش كتير ظابطة، بتلاقي في ناس اشطر من ناس باخذ اللقطة تماما بالموبايل، احيانا كاميرا الموبايل الدقة، وبعض الاخطاء اللي نحن اساسا بنوقع فيها اليوم. هلا اكثر الاخطاء اللي نحن عم نوقع فيها هي من حيث الزوايا، اهم شيء الواحد لازم ياخذ زوايا صح لتعطي صورة صح، وموضوع المكان هو اللي بيعطي جمالية، يعني مثل ما بقول 30% هو نسبة للمكان وللزاوية الصح، وبنشوف انه وقت ناخذ الزاوية الصح بتعطي من حيث الاعدادات، ضبط الاعدادات بتعطيك لونية ودقة، هي يعني كعامل اساسي انه الزاوية اهم شيء. طيب كثير كمان في منهم بيحاولوا ياخذوا صور مميزة ويحطوها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبنشوف انه كمان بنسمع هيك عن فيديوهات لشباب وصبايا عم بيحاولوا ينزلون على السوشيال ميديا حتى يعطونا نصائح كيف ممكن نشتغل عن هذا الموضوع. خلينا نحكي عن هذا الشيء، وشو اكثر الخطوات اللي انت ممكن اليوم تعطيها لاي حدا عم يسمع؟ الخطوات اللي بتعطيكي صورة ناجحة، موضوع الوقفة، اذا كانت الوقفة غلط فينا نصححها ومشان ناخذها من حيث الزاوية، ونصحح الاخطاء اللي بتتعلق بالشخص. يعني احيانا بتلاقي ناس مثلا مثل ما قلت، يعني انا باخذ لقطه بالوقفه بتلاقي مش كتير ظابطه، احيانا بيقول لك اليميني نركزها ولا اليساري، تماما اي طرف من اي الوجه طرف هي الاضبط، واحيانا السيلفي، يعني اليوم بتلاقي السيلفي بتعتمد اكثر شيء على الفلاتر، يعني كثير اوفر بالفلاتر، فانه يعني مجال انه نحن لازم ما نأوفر كتير بالتعديل، يعني انه من حيث المنظر انه نضيف هيك شغلات هيك بس. طب الاعدادات ايماءات بسيطه دور؟ ايماءات بسيطه للسما مثلا، هي كتعديل كمنظر، اما كتعديل كاشخاص انه يعني ما لازم نحن نأوفر كتير بالتعديل، بس انه سوفت صغير على الوش، يعني تنعيم بشره، شغلات ضروريه وبسيطه. طيب خلينا نحكي كمان عن الموبايل نفسه، كاميرا الموبايل نفسه، بنشوف انه في ضمن الاعدادات كثير خصائص، بس غالبا مو كل الناس بتعرف تستكشف هاي الخصائص الموجوده بالموبايل، موضوع دقه وما دقه كل شيء، يعني نحن اذا دخلنا على المزيد مثل ما بيقولوا باي تمام موبايل في خصائص موجوده. خلينا نحكي شو اهم الخصائص اللي انا لازم اشتغل عليها ضمن الموبايل. هلا الاعدادات بالموبايل هي شيء بسيط للاعدادات الكاميرا كأول، يعني كبدايه اولى لحتى تنطلقي انه تتعلمي من خطوه اعدادات الموبايل لفيكي انه تستخدمي الكاميرا، وكل واحد بداياته هيك، يعني انه من الموبايل للكاميرا انه حاول يشكل اعدادات، يتعلم على اعدادات الموبايل يلي هي شو هي ابسط الاعدادات للكاميرا؟ يعني اليوم نشوف نفوت على الكاميرا مثلا بيقول لك بورتري او لونيه مختلفه، شو هي الاعدادات؟ هي الاساسيات، هي اللي بتعطيكي عزل ورا، هي الـ 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 هي الافضل، هي الافضل تمام نوعا ما. بتلاقي مثلا بالموبايل كل الموبايلات اليوم الحديثه بتحسي فيها بورتري، بس كل بورتري بيختلف من موبايل صحيح لتاني بقى حسب الموبايل. في عندك موبايلات البورتري فيها مثلا دقه، الوان، اضاءه ممتازه طبيعيه،
بتخلي اللي عم يصور انه ياخذ التفاصيل يلي بده اياها، انه يقرب يبعد، حتى كزوم الموبايل بيتقارب مع زوم الكاميرا، انه صار عندك خيارات اوسع، خيارات اوسع، مجالات اوسع، بتتيح لك انه تتعلمي من الموبايل لتستخدميها بالكاميرا اذا حبيتي تتابعي وتطوري حالك لتجيبي كاميرا. انا اذا بدي اخذ صوره للسلمى تعالي لانه مثلا بتحس في ناس إلون عين ممكن هيك تاخذ اللقطه بالموبايل، إلون نظره، وفي بعض الحركات حتى وطريقه التصوير نظره كتعديل. هلا هي مشكله يعني اوقات مثلا اغلب الناس بيقول انا ما بعرف صور حالي، يعني انا ما بعرف مثلا احط الكاميرا وصور حالي، بس شاطر كثير بصور غيري. صح. فكمان هدول الاشخاص في شيء معين بتقدر تقول لهم اياه، هيك خطوات بسيطه ليقدروا يصوروا حالهم؟ هلا موضوع الكاميرا السيلفي انه في هلا في كثير فلاتر، بس انت مانك مع الفلاتر كثير. انا ماني مع الفلاتر كثير، انا مع الطبيعه وسوفتي صغير هيك على الوش تنعيم هالامور هي. الاشخاص انه بيحسوا حالهم انه كثير متلبكين، انه الوقفتي غلط، انه مثلا هذا الطرف ما بيزبط، شعراتي غلط، ما شعراتي غلط، هلا هي لازم يساويها المصور، يعني لازم يساويها الشخص اللي هو عم يصور. بس انت بتفضل السيلفي ولا حدا يصوره افضل؟ لا حدا يصوره افضل. انا كمان افضل هي حدا على الطبيعه. صحيح. طيب خلينا نحكي عن الفلاتر. اليوم في فلاتر غير الفلاتر اللي عم نشوفها اللي عم يستخدموها على الانستغرام وغيرها من البرامج، في الفلاتر اللي هي بتكون موجوده بالموبايل اللي بتغير لونيه الصوره، بتغير احيانا الاضاءه بقلب الصوره، كمان قد ايه بتنصح باستخدامها؟ هلا الفلاتر هي شيء ضروري وعامل مهم ليعطي جماليه للصوره، بس مثل ما وضحت انه ما لازم يعني اوفر كثير كمنظر كشخص. الفلتر لازم يجي بس على لونية الصورة كإضاءة كأساسيات للصورة، مو إنه مثلاً بعيداً عن اللي عم نشوفه اليوم إنه مثلاً واحدة شيء وتطلع شيء ثاني. تماماً كتير. يعني طيب بالختام خلينا محمد نعطي بعض النصائح لكل الناس اللي بتحب تصور من كاميرا موبايل، ويمكن حكينا البورتري هو الأفضل بس بعض الخطوات الصحيحة اللي ممكن أنا أستغل هي اللحظة وأقدر أوثقها من خلال موبايلي. النصائح يعني بشكل عام والنصائح العامة اللي لازم نحن نتقيد فيها، الزاوية الصحية اللي بتعطيك صورة صح هي اللي بتعطي بنفس الوقت جمالية، هي اللي بتعطيكي مثلا انه لما تعملي لك كلوز بتعطيكي مثل كتالوج فيكي تستخدميه لشخص ثاني، انه على نفس الترتيب او صوره نفس على نفس المبدا او نعمل على نمطه، نشوف المكان المناسب للشخص المناسب انه على نوع الثياب على نوع كذا هالامور هي. وفينا مثلا مثلا كيف بدي اقول لك انه كشيء ثاني مثلا على لون البشره مثلا عمليات على الفلاتر، انه الفلاتر ضروريه لهي الشغله البسيطه تماما اللي ما كثير فيها تغيير ملامح قصدك تماما. وال هلا بنشوف نحن اغلبيه مثلا اغلبيه الامهات كانه بس يجيبوا مولود جديد، هي كتوضيح لما يجيبوا مولود جديد انه بتشوفي انه كل ثانيه بيصوروه صوره، كل ثانية مثلا بصورة جديدة تماما، مثلا من فيديو إلى صورة، يعني لأنه الطفل هو يعني بشكل عفوي بيعطيك صورة عفوية جمالية لهي الصورة، هي اللي بتساعد مثلا أنه لحتى أول شيء ليشهروا ابنهم، وثاني شيء أنه مثلا كثير بتلبق صور للأطفال بشكل عام يعني بتطلع عفوية أكثر. صحيح تماماً. أكيد. محمد حوراني بدنا نشكرك ونشكر وجودك معنا ونتمنى لك التوفيق. أكيد الله يسلمك.